لا مفيش مشكلة، هو معاه الدواء بابي أو حاجة؟ لا أنا جاي عشان حضرتك، اتفضلي. لا ميرسي مش قادرة. عصير برتقال هيهدي أعصابك بعد اللي حصل. لا أنا اللي هيهديني بس إني أطمن على بابي. لا اطمني عليه، بعد المهدئ اللي خده هيبقى كويس، أهم شيء إنك تهدي أنت كمان. أيوة يا مجدي طمني، شربت العصير؟ أنا سبتها يا مستر مازن عشان ما لفتش نظرها، بس أنا هرجع عليها حاجة. سبتها إيه؟ وليه ما وقفتش حد جنبها؟ يلا طمني. في ممر على الشمال بيودي على التلاجة، مفيش فيه كاميرات برضه. أيوة لقيت الممر. تلاجة إيه؟ تلاجة الميتين، بتودي على مخرج بره المستشفى. اللي بيخرج منها حالات الوفاة. مفيش سكة تانية؟ كله عليه كاميرات. دي أأمن سكة عشان تخرجي من المستشفى. طب أنت ليه متأكد إنه هيعمل فيا حاجة؟ لأني عارف كويس. وصلت التلاجة؟ أيوة شايفة اليافطة هناك أهي. الموظف قدام الباب؟ لا مفيش حد. لأ كويس، ادخلي بسرعة واخرجي من بيت تاني على بره. بابلو أنا خايفة. أنت ما بينك وما بين الخروج خطوة، مفيش حاجة تخوف. أه الباب أهو. مقفول يا بابلو. بتقولي إيه؟ أنا مش سامع حاجة. مساء الخير يا بابلو. بتقولي جاب بابلو أنا عايزك في موضوع مهم. مش وقته، هرد عليها ندى. بقول لك مقفول مقفول، أنا هخرج تاني. يا أستاذ مفيش حد جوه، حتى التلاجة اتنقلت للجناح الشرقي، وده بقى مصنع صوت. لو برضه افتح لي الباب ابص في اي حته تداري فيه. معلش الدكتور مجدي منبه علينا محدش يدخل الا باذنك. ماشي ماشي. يا مازن بيه جايبه لك كادو صغير. قلت عشان بعد الولاده بقى يبقى فستان واسع كده. الله ايه اللون الحلو ده؟ أنا قلت الألوان دي برضو بتليق عليك. بحب أنا الجو ده. ثانك يو حبيبتي. ميرسي أنا. مبروك يا روحي. حبيبتي. أنت شفت ده بعينيك؟ زي ما بقول لك كده، أنا شفت مدام يارا وهي قدامي على الترابيزة. يا مصيبتي؟ يعني هما كده بيتاجروا في البني آدمين؟ يقتل مراته ويقتل اخته. حارس ود.